ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكالمعتاد فقرة المطبخ والشيف غادة ومطبخ دودو والشوكولاتة التي لا يتحملها قلبي الصغير. مساكي سعادة يا غادة. مساكي سعادة يا دودو. ايه الحاجات الحلوة دي كلها؟ ايه الجمال ده؟ وعاملاها ازاي؟ هقول لك عاملاها ازاي. ايه رايك الاول؟ ايه رايك يا شادي؟ شادي ده اصلا شفته. اسكتي خليني ساكته. ايه رايك يا شادي في الشوكولاته؟ بما انك شوكولاته جميله يعني، بس الشوكولاته الكتير، احنا عارفين ان الشوكولاته الكتير ده سكريات بتخن. طب ما تخس انت شويه بقى. اه تمام، انا زي الفل. غدا قولي لي، انا شايفه الشوكولاته انت عامله كذا نوع، يا ترى ايه بقى المقادير وايه المكونات وسهل ان احنا نعمل الحاجات الحلوه دي في البيت؟ اه طبعا. بصي يا ستي، انا جايبه شوكولاته خام عادي، اه، وبسيحها على حمام بخار كده زي ما انت شايفه. اه اهم حاجه الميه ما تلمسش الشوكليت. اه وبعد كده بنوع بقى في الحركات بقى. اه الحركات بقى والتركات دي عن طريق يعني القوالب مثلا. مثلا اه طبعا دي قوالب سيليكون. اه انا حطيت الشوكليت فيها وابتديت ان انا ايه، حطيت عملت صوص كراميل حطيته في النص ورحت ايه قافله عليها تاني بالشوكليت وبتطلع بالشكل ده. الله، شفت الشوكولاته عامله ازاي؟ قلبي الصغير. ماشي، ده نوع من الشوكليت، ده اللي هو ايه بالكراميل، بصوص الكراميل. صوص كراميل عادي خالص، سكر وعسل جلوكوز وحبه ميه صغننين على النار، وبعد كده بنزل عليهم بحبه كريمه لباني صغننين قوي. الله، بيعمل لي احلى صوص كراميل اقدر ان انا استخدمه في حاجات كتير من ضمنها زي الشوكليت. طبعا عايزه اقول لك، احنا بنحطها في الثلاجه يا شيف ولا بنعمل ايه عشان انا عايزه اقول لك ان انا دلوقتي الجو برد. اه الاستوديو. اه ال 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 الشوكولاته دي مش متضاف عليها لبن، يعني انا لو حطيت عليها لبن او حطيت عليها حاجه هتخف. آه. مش هتمسك، هي زي ما هي، انا مجرد ان انا بعمل لها اعاده تشكيل. اه يعني بس لا حطينا زبده ولا لبن؟ ما حطيتش اي، لا ما حطيتش اي حاجه. آه. فمجرد انها بتنزل، بصي بتبرد وبتمسك بسرعه. لكن بتحطي لكن في البيت عليها الاطعام اضافات. اه عندك مثلا الشوكليت دي اللي انت شايفاها دي. اه انا جبت قالب زي ده. اه حطيت فيه شوكولاته زي ما انت شايفه كده. اه وابتديت ان انا اعمل ايه، بجيب جوز الهند ده عليه حليب مكثف. جوز هند عجنينه بحليب مكثف، وبحط الجوز الهند كده جوه الدايره، يعني بقفل الدايره من جوه وبسيبها مفرغه. آه. مش بملاها شوكليت. ايوه بالجناب بس. طب احنا بس عشان الساده المشاهدين، هي الشيف غاده عامله كانها عامله طبق مغوط وتحط عشان تحشي الحشوه اللي هي عايزاها بالظبط، سواء جوز هند او ده جوز هند مكسرات. ممكن كراميل او كريسبي او كراميل بالظبط. طيب وبقفله كويس كده بجوز الهند، وبعد كده بغطي عليه تاني بالشوكولاته، فبتطلع ماسكه زي ما انت شايفه كده. اه بصي شكلها تاخد شكل القالب السيليكون. انا ممكن ادوق؟ طبعا. طب والله حلوه جدا. بقى اوعى. الشوكولاته حلوه قوي، واعتقد مش مكلفه خالص يا شيف غاده زي ما عودنا الساده المشاهدين. دي يعني انت بتلعبي بقى فيها براحتك انت وذوقك والحركات بتاعتك بقى، عايزه تحطي ايه، عايزه تضيفي ايه، عايزه تشيلي ايه، يعني بصي دي كذا حاجه. طبعا في ده نوع تاني بقى، يبقى احنا ده كده اللي هو بجوز الهند اللي جوه. اه ودي اللي بالكراميل زي ما قلت لك، بتخرج من القالب بكل سهوله. ازاي؟ اه طيب حاجه تانية بقى، الكريسبي دي بقى مش هينفع نقول اسمها بره ايه. اه وبتتباع بكام؟ زي نوع مشهور جدا مدور وفرقه صفرة كده، مش عايزه اقول اسمه. مدور وفيه كريسبي كده وبندق. اه ده بقى عباره عن ايه حضرتك؟ وفي علبه كده ليها غطاء زيتي. قولي اسمه وخلاص. طيب ده بقى بسكوت ويفر بالشوكولاته. اه انا جبته وفتيته خالص. اه وضفت عليه شوكولاته قابله للدهن. اه وهبتدي ان انا لحد ما بقى بطرمان كده. اه لحد بقى ايه ما اقدر ان انا اشكلها، وبجيب الشوكولاته الشوكليت بتاعتي وبحطها على البندق. على البندق. على البندق ده بندق.
شادي يا عيني قاعد عمال ده بندق انا مكسره. طيب شيف غدا، على بال ما تعملي، احنا كنا بنتكلم قبل الحلقه عن جروب رائع على الواتس اب، جروب اجتماعي ثقافي اصلاحي راقي، جروب وناسه اللي اسسته الفنانه الجميله ناهد عفيفي. الجروب ده بيضم العديد من رجال الاعمال وسيدات الاعمال العرب والمصريين، جروب دولي. الجروب فيه مجموعه من الرياضيين والاعلاميين ورجال الدوله ونواب مجلس الشعب. الحقيقه انا بشكر الفنانه ناهد عفيفي على مجهودها الرائع في الجروب، لان الجروب مختلف في ايه؟ ناهد معانا على الشاشه صورتها، كنا نتمنى نعمل لك يا ناهد في جروبك الجميل وناسه مداخله، لكن ما اسعفناش الوقت. ناهد بجروبها بتتبنى مبادرات انسانيه كبيره جدا، زي مساعده الايتام، مساعده المرضى، الاطفال ذو الاحتياجات الخاصه. والحقيقه شرفت ان انا حضرت او غطيت كذا مبادره لجروب وناسه والفنانه ناهد عفيفي. عايزين نقول استنوا جروب وناسه في العديد من المساعدات والعديد من الاعمال المجتمعيه الراقيه. ولا ايه رايك يا شادي في فكره الجروب؟ لا هي فكره ممتازه فعلا، يعني احنا قليل دلوقتي اللي بيفكر يعمل خير، قليل اللي بيفكر بجد بعيدا عن الشو بقى والاعلانات والحاجات اللي احنا بنشوفها على مدار السنه. لا احنا محتاجين حد يشتغل بجد، سيبك بقى من الشو، سيبك بقى من الميديا، وسيبك من الاعلانات، لا احنا عايزين اللي يشتغل يشتغل بجد، حتى لو هيشتغل في صمت، حتى لو مش هياخد كلمه شكر من حد. انا عايزه اقول لك ان الفنانه ناهد عفيفي ما كانتش حابه الظهور، ما كانتش حابه تقول عن فكره الجروب، لكن انا قعدت اتكلمت معاها واقنعتها، يمكن وشادي كان حاضر المكالمه وغاده ومخرجنا الجميل او المستشار الاعلامي للبرنامج اكرم دره، ان احنا لازم نعرف الناس ان في جروب اصحاب يضم العديد من الرجال المجتمع وسيدات المجتمع، بيعمل عمل انساني من اجل التكافل الاجتماعي من غير ما حد يحس، فيبقوا قدوه لغيرهم. ناهد وافقت علشان تكون قدوه لغيرها، وهتبقى معانا في مره تانيه في الموسم الجديد. يا ترى ناهد هتقول لنا ايه وهتكلمنا عن ايه زي ما قلت لنا في التليفون في الحلقه الجايه لما نستضيف جروب وناسه؟ عن الاعمال اللي هيعملوها. هتتكلم عن الاعمال اللي هيعملوها، هتتكلم عن المبادره، وهتكلمنا من الاول عملت ايه، هتكلمنا عن حاجات كتير والمشاريع اللي جايه والحاجات اللي هي هتقدمها للخير. شكرا. فده هيبقى حاجه حصريه للبرنامج، حاجه حصريه للبرنامج جروب وناسه والفنانه ناهد عفيفي. بنشكرك لانك اديتينا الفرصه ان احنا نعرف الناس بوناسه، وناسه غير، الهاشتاج على الفيسبوك وناسه غير. يا جماعه اللي عايز يتعرف عن وناسه اكتر ناس تدخل وتشوف وتتفرج، تخش وتشوف. واكيد اللي ليه اي مشكله لو في وناسه ايديها حل، فاكيد هتحل لكم مشاكلكم. واللي عاوز يتطوع او يشارك او شايف ان هو يقدر يقدم اضافه او خدمه للجروب دوت، اكيد في ناس قائمين على، وخصوصا ان الجروب حقيقي فيه العديد من شخصيات المجتمع، سيدات اعمال ورجال اعمال ورجال فن وفكر وثقافه واعلاميين ورياضيين، كلهم اجتمعوا من اجل هدف واحد هو الخير. الخير. شكرا لمؤسسه الجروب ناهد عفيفي مره ثانيه، ومستنيين حلقتك بفارغ الصبر. نرجع مع الحاجه الحلوه للحاجه الحلوه وشادي. لا حاجه حلوه يعني، بس كان استوقفتني حاجه، تملي هي الفقرة الأولى بتعلم معايا، مش عارف أبقى قاعد في الفقرة الثانية بفكر في الفقرة الأولى بفكر في الفقرة الأولى بفكر في اللي ناسين. تكملة بقى للفقرة الأولى، أنا عاوز أقول كلمتين لكل أم بتتفرج عليا دلوقتي، لأن أنا فعلا الحالات دي اتعاملت معاها، وفي أصدقاء ليا عندهم نفس الحالات بتاعة التوحد. لا لازم كل أم تخلي ابنها أو تركز معاه إن هو على الأقل
يمارس رياضة. حي. الأطفال ودوهم يلعبوا بيبقوا أذكياء جدا وبيبقوا شطار جدا وبيبقى عندهم سرعة بديهة وسرعة تعلم رهيبة. بيبقى عندهم ده إن هم يلقط أي حاجة جديدة زي ما قال الدكتور، هو ممكن يهتم بأدق التفاصيل اللي أنت ما تشوفهاش بعينك. وتلهي عن التلفزيون اللي بيبقوا قاعدين وكرتون. ده أنا ما بحبش، اللي تلاقي أطفال بتتكلم. ما بحبش أشوف حد قدامك، أنا ما بحبش الكرتون من وأنا صغير. دي معلومة. دي أنا ما بحبش الكرتون من وأنا لا صغير. لا، في أطفال وبيبقوا مصممين وعايزين فيلم معين يتفرجوا عليه. اتكلموا معاهم، اتكلموا معاهم، صح، صاحبوهم، خرجوهم، خلوهم يحتكوا بأطفال سواء في النادي سواء في العيلة سواء في أي وقت أو في أي حتة. إن ده هيخفف أو هيساعد في علاجهم. إحنا قلنا مفيش علاج 100%، بس هنقول تأهيل. 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 طيب بالنسبة للتأهيل، إحنا بنأهل نفسنا عشان ناكل الشوكولاتة. كلي كلي يا غدا. طبعا أنت قلتي لي إن الشوكولاتة مصدر غني جدا للحديد. آه طبعا. وعلى فكرة يعني حلوة جدا للاكتئاب. وصحية. بس ما تضافش عليها بقى ألوان صناعية. طب غدا لو سمحتي. لا لا لا. إن بره بيبقى ألوان صناعية بتبقى جامدة. غدا لو سمحتي، زي ما قلتي لي ان الشوكولاته مصدر غني بالحديد، وطبعا لو فيها حليب وفيها جوز هند ففي مجموعه من المكونات الغذائيه المفيده. ازاي اخلي ابني او بنتي او احنا نستفيد بالشوكولاته من بحيث ان احنا نتجنب اضرارها؟ لا يعني هو تاكليها بالمعقول، يعني كل حاجه بالمعقول كويسه، يعني مش لازم نكتر منها قوي. يعني زي مثلا كده دي الشوكولاته المشهوره. دي هتلاقي فيها الاف السعرات الحراريه. فهي ماشي مطلوبه في اليوم، بس بيبقى بقدر معين. الكاميرا محمد. عايزين نختم بمنظر الشوكولاته. انا عايزه اقول كمان حاجه، اقول يعني يلا. حاجه مهمه. طبعا انا قصده ان انا اجيبها في طبق تقديم هدايا بتاع الحلويات عند الحلويات لما تيجي تشتري شوكليت او تشتري حلويات جاهزه، لان اي واحده ممكن تتعلم تعمل الشوكليت دي ممكن قوي تقدمها هديه وتلفها لفه حلوه. الله. وتبقى جميله جدا ان هي تتقدم في اي مناسبه، مش مكلف، وتترش يعني بتزيف. تترش بطريقه كويسه بطريقه حلوه زي ما احنا شايفين. يعني دي هديه ليا يا غدا. ميرسي يا جماعه، غدا عملت لي هديه. مش خساره فيكي يا داليا. ميرسي يا جماعه. ولا حد هياخد ولا واحده. بالشوكولاته، بالشوكولاته وبالحاجه الحلوه. هنختم معاكم احلى موسم، هتوحشونا لغايه ما نجي لكم الحلقه الجايه في الموسم الجديد. نتمنى نكون في خلال 3 شهور افدناكم واستفدنا منكم. بنحبكم كتير. انا دموعي قربت تنزل بقى. لا لا لا، امسكي نفسك يا داليا. لا لا، انتظرونا، هتوحشونا، استنونا. شادي اختم، مش قادر. لا خلاص، استنونا في الموسم الجديد زي ما وعدناكم، فقرات جديدة وموضوع مهمة وكل حاجة مختلفة هتلاقوها معانا ان شاء الله في الموسم الجديد مع داليا ومع غادة. احنا موجودين. وشادي غالي. وستين دقيقة حياة. غير دقايق، والدقايق غير حياة، ولسه هنقابل حقايق. مش كنت هتعيطي من شوية؟ ترجع. ايوه خلاص بقى، هنكد عليك.